متتبعي قناة أنفاس فريس، مرحبا بكم في طريفة من طرائف كرة القدم المغربية. طريفة اليوم تتعلق بسي محمد سهيل. ليك السي شروق. سهيل لاعب محلل مدرب وشاعر، راه تيكتب الشعر. وانا واحد طريفة زوينة وقعت لي معاه في 1988، كنت تلاقيت مع سهيل في قطار ما بين الرباط والدار البيضاء، وما كانش تعرفني هذا، انا تنعرفه وما تعرفنيش، وبقى تيحكي لي من الرباط حتى لكازا، هو تيعاود لي بزاف الحكايات ديالو، منهم هاد الحكايه اللي غادي نحكي دابا. سهيل كان مشى لعب مع المنتخب، مشى مع المنتخب المغربي 86 المكسيك، ولكن ما لعبش، ولكن كان باقي لاعب شاب وهذا، ولكن ملي جا بغاو واحد الفريق في سويسرا، وداروا معاه وداك سميتو، جاو للدار البيضاء، جاو شي عناصر من داك المكتب الاداره ديال داك الفريق السويسري، وكان واحد الماتش ديال الوداد في دونور، والناس طلعوا للتريبيون على اساس يشوفوا اللاعب العطاء ديالو في الملعب وهذا، وكانوا غادي يوقعوا معاه لانه كان لاعب موهوب وهذا. ففي الفيستير سهيل كيتفاجئ بانه حطوه مدرب، حطوه في الاحتياط، يعني كتصور الغضب ديالو هذا، والتضامن ديال اللعابه ديال الوداد كلهم تيقول لك لعب، تيطلبوا باش يلعب هو يلعب في بلاصتهم، اي واحد يقول دخل لعب انت في بلاصتي، لان كاين ناس في التريبيون وغادي يوقعوا معاه والاحتراف وهذا. وكان هو السبب ديال الطلاق ديالو مع الوداد وهذا، ومن بعد يمشي يحكي تقلقوا شويه، بزاف تقلقوا من حقه. وغير بين قوسين، انا ملي وصلت للدار البيضاء قلت له ودي انا راه كنشتغل في الصحافه وهذا، وقول لي انت جاي ساكت وداك الشيء وخليني تنهضر. قلت له ودي انا شوف كان وعدك ان هذا الشيء ما عمره غادي يخرج، وهادشي خرج حتى 2020، يعني 88 كاين ما يسمى بالتقادم، كاين ملفات سياسي ديال الدول راه خرجوهم بعد 30 عام بعد 50 عام. يعني انا كنطلب سهيل، ولكن هو يعني كنعرفوا تحية لسي سهيل، تحية وتعلقت مع الصحافة، تتكون علاقة طيبة. هو صحفي، هو كل شيء إعلامي، وباقي كنقول لي باقي كنتسنى واحد الديوان ديالك ديال الشعر باش يصدر. شكرا سي شروق، شكرا متتبعي قناة أنفاس بريس، وإلى طريفة من الطرائف الأخرى للكرة القدم المغربية.